الآن مثلاً يطرح هذا الطرح أن التجربة هي التي جاءتنا بالحقائق العلمية، والحقائق هذه التي هي الآن عصب الحياة لم تأتنا لا من طرف الفلسفة ولا من طرف الدين. نجي نحلل هالمقولة، نجي مثلا حقيقة علمية بسيطة حتى لا نعقد القضية. مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، قضية يعرفها الكل، حتى الأطفال في المدارس يعرفونها، صحيح أو لا؟ وهي حقيقة علمية. الحديد إذا تعرض إلى درجة حرارة مرتفعة ماذا يحصل؟ يتمدد. زين، هذه الحقيقة العلمية كيف وصلنا لها؟ هل وصلنا لها بالتجربة؟ الجواب لا. كيف؟ أي تجربة في هذا الكون نتيجتها تكون جزئية. يعني لما تأخذ حديد وتعرضه إلى النار فيتمدد بالنار، هل تصل إلى حقيقة علمية؟ لا، تصل إلى حقيقة جزئية، أن هذا الحديد الموجود في يدك يتمدد بالحرارة. لكن هل تستطيع أن تنتقل من هذه التجربة إلى حكم كلي؟ مفاده أن كل حديد في هذا الكون يتمدد بالحرارة؟ الجواب لا، ما يمكن. فالتجربة لا تعطينا إلا نتيجة جزئية فقط. زين، يجي السؤال هنا، كيف ننتقل من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي؟ لما أقول أنا أن الحديد يتمدد بالحرارة، يعني أنا أعطيت حكم على كل حديد موجود في الأرض أنه، أو كل شيء يطلق عليه حديد، أنه يتمدد بالحرارة. كيف جاز لي إطلاق مثل هذا الحكم؟ هنا يدخل العقل، وهذا النقض على هذه المدرسة، أنه لولا وجود الجانب العقلي لما استطعنا أن ننتقل من نتيجة التجربة الجزئية إلى النتائج الكلية التي هي ماذا؟ حقيقة علمية. كيف يحصل الانتقال؟ بما يعبر عنه في المنطق بالاستقراء. كيف الاستقراء؟ أنا جربت على هذا الحديد فتمدد بالحرارة، النتيجة جزئية. ثم جربت على حديد ثاني وثالث ورابع وعاشر، كل حديد أخضعه لهذه التجربة ويصل بي إلى نفس النتيجة الأولى، احتمالية وجود حديد لا ماذا؟ لا يتمدد بالحرارة تقل، إلى أن مع التجربة ماذا؟ ينعدم احتمال المخالفة، فيصح عندها أن أقول أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه النتيجة وصلت لها بالدليل العقلي الذي هو الاستقراء، وليس فقط بالتجربة. نعم، التجربة أعطتنا قيمة علمية لكن جزئية. الانتقال من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلي لا بد أن يمر عبر قناة العقل، وهذا النقص، أنه إذا زعمنا وسلمنا لكم أن العقل لا قيمة لمدركاته ولاستدلالاته، نقول لا تبقى عندنا أي تجربة أو أي حقيقة علمية منشأها التجربة. وهذا مرة صار بيني وبين شخص حوار لطيف، نفس الشيء، استدل بهالقضية. كان بيني وبينه ماء شاي، طبعا قلت له هذا الماء تسلم أنه يغلي بالحرارة في أجواء الأرض طبعا،
قال نعم. قلت شنو الدليل؟ قال التجربة. إيه جربت أنت هذا الماء؟ هذا الماء أنت جربته؟ أقمت عليه التجربة؟ قال لا. زين هذا الحكم القطع اليقيني أن هذا الماء يغلي من وين؟ قال لا، لأن خصوصيات هذا الماء هي الخصوصيات الموجودة في كل ماء، فعلمنا أن الغليان إنما يحصل لوجود ماذا؟ هذه الخصوصية. قلت له إيش دراك أن هالخصوصية موجودة في هذا الماء؟ أنت هذا الماء أخذته للمختبر وحللته طلع H2O. فكان واحد ثاني موجود قال بصراحة أنا ما عندي يقين أن هذا ماء أساسا. قلت له الغرشة اللي جنبك منو شربها؟ إذا ما عندك يقين على أي أساس تشرب هذا الماء؟ إذا ما عندك يقين انسد باب اليقين. من هنا نعلم القدماء كانوا يعبرون عن هذه القضية بالقياس الخفي، لأن تبلورت هذه القضية لا سيما مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وأصبحت حقيقة مسلمة أن التجارب العلمية لا تصل إلى مرحلة الحقائق الكلية إلا عبر المرور من العقل، قضية حساب الاحتمالات الاستقراء. ومن هنا نعلم ونثبت حجية مدركات العقل، أن العقل حجة ولا يمكن أن نتجاوز هذه القضية. ولو ألغينا حجية العقل وقلنا أنه لا حجية للأدلة العقلية، لا تبقى عندنا أي حقيقة علمية، ما في، الحقائق العلمية تنعدم. وهذا اللي عنده مثال يأتي به، أي حقيقة علمية كلية قاعدة علمية لا بد أن تمر عبر قناة العقل. فمن هذا المحور نثبت أن للعقل قيمة وللمعرفة العقلية قيمة لا يمكن أن تتجاوز، فلذلك لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال التجربة فقط، بل لا بد أن تقرن المعرفة الحسية التي تكون بالتجربة، لا بد أن تقرن ماذا؟ بالمعرفة التي يكون منشأها ماذا؟ العقل.